علم النفس والرؤية مرتبطين، فبالتالي الناس لما بتشوف رؤية أحيانا بعض الناس سواء فسرها أو ما فسرها تؤثر هذه الرؤية على حياتهم الواقعية. كيف؟ جاتني واحدة تقول أنا شفت زوجي بيخونني. ما هو أنت طول الليل وأنت قاعدة تفكري خايفة أن زوجك يخونك أصلا، فبتشوفي هذه الرؤية. أنت لما بتشوفي هذه الرؤية تقولي هذا إلهام من الله وأشياء كثير. أنا شفت أنه والله أنه جاني فلوس كثير، أوكي؟ بروح المكتب متحمس ولكن ما بعمل أي حاجة، بقول حيجيني الفلوس حتجيني الفلوس. يا جماعة أرجوكم، هذه رسالة لكل المجتمعات، أرجوكم. الرؤية شيء جميل، الرؤية شيء حلو، ولكن لا نعتمد عليها اعتماد كامل بحيث أن احنا نتقاعس عن تطبيق قول الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. لابد ان احنا نعمل ونجتهد، لابد ان احنا نحفز ذواتنا بشكل كبير، والاجمل من ذلك كله هو انه احنا يكون لنا فيجن واضح جدا، يعني رؤية ماذا نريد ان نكون في المستقبل. كلما عمقت هذه الرؤية وكانت الرؤية ايجابية، الصورة والصوت والمشاعر والاحاسيس ستقودك هذه المشاعر، وسيقودك العقل الباطن، وسيقودك باذن الله تعالى الى تحقيق تلك الرؤية باذن واحد احد ان شاء الله تعالى.